pasti no. Apa 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 bahaya bahaya. Apa sih mati? Pacen mati bahaya 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 bahaya. سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم، أجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. لا شك ايضا انه هذه المشاهد من افضل الاشياء اللي ممكن نشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من اجواء جنونية في المدرجات. لا زال هناك الكثير من الامور التي لم تبح بها المباراة بعد. يلعبها في المساحة، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة عند المساحة الخالية على الطرف. خلص الكرة، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. مرت الكرة بشكل جميل، الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. مساحة خالية على الجانب، لديه حلول كثيرة الآن. كريستيانو رونالدو أنقذ مرماه، وحارس المرمى أيضا في هذه الكرة، بلوك ممتاز، دفاع قوي. ميسي، باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين، سرعة غير عادية ودقة في التمرير. ليونيل ميسي يلعب كرة على اليسار، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. بوسكيتس يلعب الكرة إلى الوراء، تسديدة في اتجاه المرمى، والآن فرصة للتحول الهجوم. كرة إلى الأمام، لمسة على اليسار، بينية رائعة، في وقت مناسب جدا يقطع الكرة. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. تمريرة كارثية يا جماعة، كوادرادو محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. بمهارة عالية تمكن من أن يخدع الحارس، لكن محبط جدا بعد ضياع هذه الفرصة رغم المجهود الكبير اللي بذله.
كوفاسيتش، بيدري، واضح عمل المدرب هنا ليونيل ميسي. الركنية الأولى في المباراة، يبعدها بقبضة يد. زملاء في الفريق بالتأكيد لن يكونوا راضين عن مثل هذه التمريرات. الآن فرصة لهجوم معاكس، تحول سريع في الملعب، الضغط كان عليه قوي جدا، انطلاقة كانت جريئة، لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. مبابي ممتاز في التمرير ويعود بالكرة قوية من مبابي. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. مبابي ظن أنه تمكن من الحارس لكنه كان مخطئا. نهاية 45 دقيقة أولى، نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، أندرياس إنييستا، مرت الكرة، إمكانية تسديد الآن. مبابي، أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، في الوقت المناسب يتدخل. يمر ويلعب كرة بينية، غوارديولا طريقة الاستحواذ على الكرة ليست بالجديدة في كرة القدم، طريقة تطورت كثيرا عبر مراحل مختلفة. الآن نشاهد فرق تقدمها وكل فريق يضع بصمة مختلفة عن الآخر، لكن العامل المشترك أنها تعتمد دائما أسلوب الاستحواذ كأهم شيء، وكذلك حرمان الخصم من الكرة. محاولة الاختراق بتمريرة طولية لكنها لا تنجح. مبابي، بينية جميلة، كرة من جهة اليمين. سالاس، بوسكيتس، وتشتيت ناجح الكرة. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. الآن إمكانية المرتدة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. تدخل حاسم لقطع الكرة، كان لابد من التشتيت. كريستيانو رونالدو يلعب كرة للجانب الأيمن، كوادرادو، وستكون هنا رمية تماس. Substitution on the field. Number 21. Coming on to replace him is number 20. Angel Di Maria. Iniesta. Substitution. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. غريزمان. سالاس. غريزمان. يسددها غريزمان. يا له من تصدي من حارس المرمى، انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. كرة تمر بسلام على المدافعين. كريستنسن، أليكس غريمالدو،
في المكان الصحيح عند خاصية قراءة اللاعب والتحرك لقطع الكرات. فرصة خطيرة، يسدد الكرة، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. هجمة مرتدة سريعة كادت أن تسفل عن هدف وتوضح مدى خطورتهم. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. سالاس وينجح في استعادة الكرة سريعا. تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار. الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. يستعيدها ماركينوس، يلعب كرة على اليسار. واضح من شراسة الفريق أمام المرمى أنه يريد الخروج منتصرا في الدقائق الأخيرة. لمسة على اليسار عند المساحة الخالية على الطرف. موقف صعب الآن. كرة عرضية، دي ماريا الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. أكيد محبط على ضياع هذه الفرصة على فريقه، كانت فرصة سانحة للتسجيل. كيليان مبابي، أنتوني غريزمان، كرة في الشباك، كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. عمل جماعي رائع من هذا الفريق، ساعدهم الأداء الدفاعي. الخصم اللي عنده مشاكل كبيرة اليوم، لكنهم استغلوا أيضا المساحات والأخطاء لصالحهم. متقدمون الآن، ولكن هل يمكنهم التماسك في الدقائق القليلة المتبقية؟ هالاند يتلقى الكرة. مبابي، بوسكيتس، سالاس، لا يوجد مرور من هنا. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة.